بجدر التحيه بحضراتكم. ليه عاملين الفقره دي رغم ان في احداث يمين وشمال حوالينا؟ بس احنا تناولناها بقى، مش هنقعد ليل نهار هنقعد في قلب نفس الموضوع اللي الكل عمال يتكلم فيه. عملنا الفقره دي علشان حاجه مهمه، الاسره المصريه النهارده وخاصه الاسره اللي لسه متكونه كده وعندهم طفل او طفلين اقل من 10 سنوات. الاب مشغول طول اليوم كان الله في عونه بسبب الظروف الاقتصاديه، والام اما مشغوله في اعمالها المنزليه او عندها شغل خارجي. تعمل ايه؟ تلهي ولادها، تروح ما عدا الولد والبنت وش قدام الشاشه كده، وتروح مشغله له افلام مسلسلات كرتون وفي برامج خاصه بالكلام، وتبقى امنيه عمرها ان الولا يترزع 24 ساعه قدام الشاشه. ليه؟ عشان تفك دماغها. السؤال بقى، هل حد من حضراتكم كاولياء امور درس او شاف تأثير الافلام دي على اولادنا؟ ايه اللي بيتعرض لهم؟ بيشوفوا ايه؟ بيتأثروا بايه؟ عايز اقول لكم في دراسة امريكية هقول لكم تفاصيلها كمان شوية اثناء هذه الفقرة على موقع موفي بايلوت، بتقول ان هذه الافلام ده امريكا بقى يعني مش مصر، بتحذر بشكل واضح بان هذه الافلام بتؤثر على اولادنا او اطفالنا الصغار اثر سلبي، وبتقدم قيم لو انت هتقيسها على مجتمعنا الشرقي او المجتمع المصري لا فيها مشاكل كتيره تتعلق بالالحاد مثلا. طب طفل 4 5 سنين هو فاهم اساسا يعني ايه الحاد؟ وبعدين عندهم في قلب هذه الافلام افلام بيبقى فيها ايحاءات جنسيه. طب الابن وابنك هنسيبه كده؟ قلنا نعمل هذه الفقره على الاقل نضرب جرس انذار. خلوني ارحب بضيوفي الاعزاء، دكتوره سلمى الحوشي استاذ مساعد طب الاطفال قصر العيني، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. واستاذ ايمن سعد مخرج افلام كرتون ومسلسلات ايضا، اهلا بك. وريهام عزت فنانه رسوم متحركه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. هروح لدكتوره سلمى، هل اللي بيشوفه الطفل قدامه على الشاشه لو 3 4 سنين بيعلق بذهنه ولا بتبقى حاجات شوشره كده وخلاص؟ خليني بس اوضح الاول ان المرحله الاولانيه بتاعه الطفل اللي هي بتتقسم، المرحله اللي هي قبل سن سنه، وبعدين من سن سنه لسنتين، وبعد كده في سن اللي هو ما قبل الدراسه. اكيد اي حاجه في السن الصغير الطفل بيشوفها، المخ في مرحله نمو زي ما الجسم في مرحله نمو، المخ ده جزء من الجسم فهو في مرحله نمو، فالمخ بتاع الطفل بيتشكل، وزي ما اي حاجه في الدنيا بتتشكل باللي بتتعرض لها اكيد المخ بيتشكل على حسب اللي هو بيتعرض له. ما ينفعش ان احنا نقول نمنع، لانه دلوقتي في وسائل كتير قوي للطفل ممكن يستعملها، من اول تليفون لايبادز لتلفزيون لكذا كذا كذا، بس ممكن نقول ان في وقت معين وده لازم يكون بالاتفاق مع الطفل. يعني ما ينفعش ان الطفل يبقى بصوره امر ان انا اقول له هتتفرج ساعه او ساعتين، لا احنا هيبقى عندنا مثلا ساعتين في النادي وبعدين هيبقى عندنا ساعه في البيت نتفرج على كرتون، بس هيبقى عندك مذاكرتك عندك كذا، لكن مش هي بس. ده للناس اللي عندهم نادي، غالبيه اطفال لا ما بيروحوش نادي، مش ما هو حكم مش يعني شرط قاعدين نادي قدام التلفزيون، مش شرط نادي، يعني قصدي نادي رياضي، لازم يكون في وقت للطفل خارج المنزل، ما ينفعش ان هو الشارع. لا مش في الشارع، يعني احنا اتربينا في الشارع والله وبقينا زي الفل. ما هو حكم لو البيئه بتاعت الشارع لسه مناسبه خلاص ما فيش مشكله، بس لو البيئه بتاعت الشارع غير مناسبه انه ينزل مش هينفع اقول لها نزلي الشارع. طيب يعني ما يقدم في هذه الافلام يعني مش غالبيتها بس زي ما وضحت الدراسة الأمريكية إن فيها حاجات إيحاءات جنسية، في حاجات تتعلق بالأديان. طب طفل عنده 4 5 سنين 7 سنين 8 سنين هو ما يعرفش يعني إيه الدين، ما يعرفش يعني إيه الجنس. طيب الحاجات دي بيتلقاها إزاي؟ هل بتعمل له تشويه نفسي؟ هل بتعمل له مشاكل لما يكبر؟ بص هيك، هي مش كلمة تشويه على قد ما هي تأثير،
يعني تشويه ده، يعني انا خلاص حكمت عليه ان هو مشوه بقى، حاجه هتاثر عليه لو انا على اساس بيتلقى معلومات في سن غير مناسب. ما هو هيك، هي لازم التلقي ده يكون مصاحب بجايدنس من الام او من الاهل، بمعنى ان هي تقعد معاه، لازم تدي وقت للطفل نص ساعة او ساعة يوميا تتكلم معاه، شفت ايه النهاردة، رأيك فيه ايه، هل انت شايف ان اللي انت شفته ده صح ولا غلط. يعني انت كده بتطلبي ان يبقى في حوار بين طبعا لازم يبقى في حوار. خلاص هو اتفرج ساعة او اتنين واتفرج على اللي اتفرج عليه، خلاص انا مش هقدر اتابع بقى كل حاجة هو شافها في الساعة اللي شافها دي، قلب في القنوات، عمل بالذات في السن الاكبر. ابنك قال لك انا شفت سوبرمان وانا ليه مش سوبرمان، او انا عايز اقلد سوبرمان. ما هو انا لازم افهمه، مش هينفع اقلد سوبرمان، لان سوبرمان انت لو طلعت فوق الترابيزة ولا عملت كذا هتقع هتتعور، فاكيد اللي هو بيعمله ده مش مناسب لينا، دي حاجة خيالية بنتفرج عليها اتعملت عشان تشدك ان انت تتفرج عليها، لكن هي مش ممكنة. طب لو شفت ام جيري توم بيضرب جيري بالسكينة وبيوقع دم، عايز يقلد ده مع اخوه، ما هو ده بنشوف حضرتك الحوادث دي وموجودة كل يوم، عشان كده دور ان احنا يبقى فيه دايما علاقة ما بين الام والطفل. انت شفت النهاردة حاجة عنيفة، انا لاحظت ان انت شفت مثلا كرتون كان فيه مشهد مثلا شدك، في حاجة عايز تقلدها، في حاجة عجبتك، في حاجة ما عجبتكش، وده على فكرة مش هياخد وقت، يعني هي لو عملت القصة يعني دي ربع ساعة في اليوم دايما لازم يبقى فيه وممنعش. حوار مش هينفع تمنع حك، يعني لو بايدينا نمنع كنا منعنا، بس هتمنع ايه؟ هتمنع الاخبار اللي هي بتجيب كل يوم ناس عماله بتموت، ولا هتمنع الكرتون، ولا هتمنع التليفونات، ولا هتمنع ايه؟ طيب ما اظنش ان المنع ممكن. يعني اروح لايمن سعد، احنا في مصر كان عندنا شخصيه كرتونيه جميله اسمها بكار، تمام، وقدرنا نخلق شخصيه يلتف حولها اولادنا، كان بيجي في رمضان وساعه الفطار وكل الاطفال قاعدين، ما كانش فيه لفظ خارج، كان بيعرض قيم مصرية، يعني كانت مادة محببة، احنا حتى ككبار كنا بنتفرج عليها. تمام تمام. هو احنا فاشلين ان احنا نعمل شخصيات تعيش وتبقى شخصيات عليها الهوية المصرية بدل ما نستورد افلام من بره؟ لا، هو احنا مش فاشلين، بس مع الاسف يعني انا ممكن اقول لك الارباط من كلمة واحدة بس. اتفضل. انا عايز الاول اتكلم ان احنا كمصر طبعا حضارتنا سريه جدا، ثقافتنا سريه جدا، فلا يمكن نكون عاجزين عن ايجاد شخصيه تعبر عننا او شخصيات، مش شخصيه واحده. انا عايز اقول لحضرتك على نقطه يمكن هي مش خارجه عن الموضوع، بس انا عايز اقول لك ان لو رجعنا للرسوم المتحركه كتاريخ حديث، احنا بدأنا تقريبا مع ديزني وكان لنا شغل مميز جدا، يمكن كان في شخصية اسمها مش افندي، لو حضرتك شفت النهاردة الشغل بتاعها مبهر جدا. بس المصريين ما يعرفوش، ما يعرفوهاش لان دي كان دي قديمة جدا، دي كانت مع انطلاقة الرسوم المتحركة في العالم كله في ديزني. طب ميكي ماوس بقاله 70 سنة ولسه عايش. احنا بدأنا البداية دي، بس هم كملوا سندريلا 53 سنة، هم كملوا احنا ما كملناش، ده الفرق بيننا وبينهم. ده انا هدهش حضرتك واقول لك ان احنا في تاريخنا الفرعوني في رسوم متحركة. نعم. مقابر بني حسن الدولة الوسطى في حركات رياضية، لو حضرتك صورتها الكادر الكادر وعرضتها عرض مستمر هتشوف الحركه قدامك. ما احنا مش هنعيش على التاريخ. انا عايز اقول لك ان احنا مش عاجزين، لا تاريخنا ولا قدراتنا تخلينا عاجزين عن ايجاد حاجه زي كده. اذا انت تنفي الفشل او العجز. بالظبط. طب طيب. ايه السبب؟ السبب حاجه بسيطه جدا، الانتاج، التمويل. الرسوم المتحركه فن مكلف جدا في انتاجه. طب ما احنا بنروح نجيب الاجنبي من والت ديزني بملايين. لا، ما انا اقول لحضرتك حاجه. طب مصرف عليهم. ماشي، انا مع حضرتك، بس هو في ديزني ما بيكلفوش على قد ما هو هينتج هنا، لان ديزني بقى بيوزع لكل انحاء العالم كله، فانت برضو في النهايه بيجي لنا بثمن مقدور عليه. فهو بيستسهل هنا، يجيب كرتون ديزني، يجيب الكرتون الياباني، ركب له صوت عربي وسهل جدا، والقنوات تشتري وتعرض. وشكرا. ما يهموش بقى هو بيقدم للطفل ايه. طيب يعني خلينا نروح لرهام عزت. هو احنا يا رهام لو خلق شخصيه، واحنا عملنا ده زي بكار، وحبينا نعمل فيلم او مسلسل او كلام، هو تكلفته عاليه قوي؟ عندك تقدير للتكلفه؟
لا هو مفيش تقدير محدد للتكلفة لأن التكلفة بتبقى واقفة على مثلا التايم بتاع الفيلم. أنا هعمل قد إيه؟ هعمل ساعة، هعمل ساعتين، هعمل دقيقة دقيقتين، فالوقت بيبقى عامل أساسي معايا في التكلفة. كمان التيم ورك اللي شغال، أنا معايا تيم ورك حجمه قد إيه، ده برضو بيحدد معايا التكلفة. الخامات اللي أنا هشتغل بيها، الأجهزة، البرامج اللي أنا هشتغل بيها، كل دي تكلفة. فحتة إن أنا أحدد تكلفة فيلم دي بتبقى صعبة جدا، محتاجة دراسة جدوى. يعني كل فيلم ليه تكلفته الخاصة بيه. عايز أوصل لرقم من رهام وأيمن، يعني لو وزير الثقافة قاعد وقرر أن ينتصر للأسرة المصرية ويقول أدعم وأعم، بنتكلم ايه؟ في ملايين كتير قوي؟ لا مش ملايين ولا حاجه، يعني هو مش ملايين ولا حاجه، بس يعني هو يعني اهتمام مع انتاج وتمويل. على فكره انا واستاذ ايمن شغالين في مكان حكومي، يعني في مكان تبع وزاره التربيه والتعليم، وبالفعل بنعمل رسوم متحركه بس هي ما بتظهرش للنور. يعني ليه؟ لاسباب كتير. مفيش دعايه، يعني الدعايه ليها عامل مهم جدا في الحاجات اللي زي كده. يعني بس احنا عندنا مؤلفين مبدعين، يعني يقدروا. احنا عندنا مبدعين في كل مجال حضرتك. ما انا عايز اعرف جوهر المشكله. بمعنى هي المشكله بتتركز حضرتك اولا واخيرا في الانتاج. ما هو الانتاج، انت لو انت مديني هذا الفيلم الكرتون تمام، او انت انتجته بايا كان الارقام الملايين، ما انت هتبيعه كل المحطات الفضائيه في شهر رمضان، والقنوات الفضائيه هتلم عليه اعلانات. مش بالبساطه دي. مش بالبساطه دي. لا لا إيه، انا مش حضرتك. هو الفيلم الكرتون، هنرجع للسؤال بتاع التكلفه، ده بيتوقف على هل هو عمل دسم جدا، هل هو عمل ابداع بشخصيه. هو بكر. طب ما بكر اتعمل، يتعمل حاجه زي بكر 30 حلقه في رمضان. يا ريت واركب عليه. وانا اظن اللي عمله بكر وانتجوه عند على استعداد ان هم يعملوه تاني لو طلب منهم. طيب دكتوره سلمى، امام طفل عنيد، لان انا جربت ده مع اولادي، واللي هو هنتفرج يعني، ده كمان لما كبروا شويه ابتدوا يشوفوا بقى مسلسلات اللي هم التسع اجزاء وتركي وامريكي، يعني فاحنا داخلين في مشكله كبيره يعني. بس انا اتعامل معاه ازاي كاب او كام؟ ايه اطفالنا عنيدين يعني؟ انت حضرتك متصوره ان انا لما بدير الحوار كده خلاص الولد سمع؟ لا ده كان زمان. لا لا انا مش قصدي حكي ان ندير الحوار ان هو هيسمع الكلام، احنا هنوصل ل يعني اتفاق. حاجه حابه عليا وحابه عليك، يعني هنتفق. يعني شوف فيلم وبلاش فيلم، يعني هنتفق مع بعض هنعمل ايه. انت عايز مثلا تعمل كذا، عايز تشتري كذا، عايز تخرج كذا، هنتفق مع بعض. هتتفرج على ده ساعه، يعني هو دلوقتي كله بقى اتفاقات بالذات في السن الاكبر. يعني اذا قلت لا طبعا الممنوع مرفوض. لا انا باصص على السن الاصغر اللي هو بيتعرض وهو مش فاهم، وده لا هو فاهم. يعني احنا بنعتقد ان هو مش فاهم. لا هو فاهم وفاهم كويس قوي هو بيتفرج على ايه، وممكن يبقى الاثر يبان بقى في حلم، في مثلا يبتدي يروح المدرسه يضرب اصحابه، مش يعني ده حاجات بيحصل. العنف العنف طبعا العنف موجود في كل حته، بس لازم احنا نفهمه، نقعد ان العنف ده اذا كان مع انه منتشر لكن هو مش كويس. مش معنى ان كل الناس بتتعامل مع بعض بعنف معناه ان العنف كويس. يعني لازم الثقافة، لان هو بيشوف العنف في الشارع وفي البيت وفي التلفزيون، يعني في كل حتة. فلازم افهمه انه في ناس عنيفة او انه اغلب الناس عنيفة، بس ده مش صح، ولازم هو يبقى عنده القدرة انه يتميز. نعم طيب. يعني يختلف عن الناس، مش معنى الناس كلها عنيفة بقى لازم ابقى عنيف زي بقية الناس عشان ابقى. انت كده رمي القصة كلها على الاب والام، وكأن الدولة ما يبقاش ليها دور او تفلتر او تمنع. ما حضرتك هتمنع من التلفزيون، طب هتعمل ايه في اليوتيوب، وهتعمل ايه في يعني بعد ما يعني هتمنع كل ده؟ احنا فيلم اللي يعني الفيلم اللي انا عايز انيم ولا يسعى يبقى عنده 21 سنه. طيب استاذ ايمن، المحتوى اللي بيجي لنا من بره ده، هل ده مقصود؟ يعني ممكن عقل كده يشط ويقول لك ده في اطار المؤامره الكونيه حتى لو ما رحناش للاتجاه ده فهي مش ثقافتنا. نعم. ومش مبادئنا. نعم. ولا اخلاقياتنا. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال سوبرمان او باتمان، ما هي شخصيات خيره وبتنقذ بساعه الضعيف وبتنقذ المحتاج مساعده والكلام ده، بس في النهايه ما هي ثقافتنا. وكمان معلش هي بتعلم الطفل حاجه سلبيه بطريقه غير مباشر، ان هو يستنى قوه خارقه
تحقق له ويتصور ان في قوه خارقه. بالظبط. لا انا عايز اوصله، لا ده فكرك واجتهادك وارادتك تقدر تتحقق اللي انت عايزه، مش ان انا ببقى صاحب قوه خارقه. طيب يعني في تقرير موفي بايلوت اتكلم عن الشذوذ، اتكلم عن صور الإيحاءات الجنسية، وعايز اقول ان ده حصل في امريكا، يعني هم بيلفتوا الانتباه. طيب ازاي هم مهتمين بده وانتم هم في قلب وزارة التربية والتعليم مش شايفين رد فعل من المجتمع المصري؟ انا بندهش ان وزارة الثقافة لا تتوقف امام ما يعرض على اولاد، ولا وزارة التربية والتعليم، ولا اي اجهزة. لا انت يعني اسمح لي. اتفضلي اتفضلي. بره في المجال الخصب ده، يعني في امريكا في المجال الخصب ده، في اطفال بتنشا بتشوف قصاد عينيها حاجات زي كده كتير، فده مش اول مره هيشوفوه. انما احنا عندنا الوضع مختلف، احنا ثقافه تانية، مجتمع مختلف، اسس الدين عندنا قويه، لا تزال قويه. ايوه يعني لا احنا مجتمع مختلف خالص، فتاثير الطفل بالافلام دي بره غير تاثير طفلنا احنا بالافلام ديت خالص. فلا احنا هنا الموضوع مختلف، ما هوش خطر فظيع، يعني ما هوش خطر، يعني حتى لو هو كان مقصود طفله مش هيستوعب. طيب هاخد تعليق ايمن، لكن اخد بس ابراهيم من المعادي. اتفضل استاذ ابراهيم. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك، قول رايك. انا بمس عليك وبمس على ضيوفك الكرام يا فندم. اهلا بحضرتك. ولازم يكون في رقابه من الام ومن الاب على التلفزيون. نعم. ابراهيم بيتفق مع حضرتك الدكتوره سلمى، بيقول ينبغي ان يكون هناك رقابه بين الابوين. اتفضل استاذ. هو حضرتك انا شايف ان دايما الممنوع مرغوب. همنع يبقى كده انا كاني بقول له في حاجه انت لازم تعرفها وتشوفها. لا انا بس شايف. انا استاذ ايمن انا بتكلم على 6-7 سنين، هو لسه يعني. لا حضرتك احنا ناسس اساس سليم، ولا العيال دي عارفه حاجات احنا ما كناش نعرفها؟ طبعا الجيل بيختلف عن جيل، وطبعا ثوره يعني المعلومات والكلام ده. ولا انا اسس اساس سليم الطفل بعد كده، حتى لو البوصله بتاعته حادت عن طريقها بتلاقيها ترجع تاني تنشيطه للطريق الصح. مين شايفينه ريهام وايمن في الدوله النهارده؟ ايه الجهاز اللي ممكن يتولى انتاج مسلسلات او شخصيات كرتونيه محببه للاطفال، وده بيبقى انفاق غير هادف للربح لانه بينشئ جيل او مجتمع؟ وزاره التربيه والتعليم، وزاره الثقافه، وزاره الاعلام، كل دول يعني يقدروا يعملوا كل الكلام دوت. وفي كفاءات في مصر يعني، مش في كفاءات، لا في كفاءات وناس شاطره جدا تقدر يعني تنفذ كل الكلام ده، يعني دول يقدروا يعملوا لنا هذا المنتج. طيب دكتوره سلمى، جات لك حالات في عياده بتشتكي لك من ان طفلي قاعد ليل نهار قدام التلفزيون وما بيرضاش يدخل الاوضه الا وعينيه حمراء والكلام ده؟ بص، هيك هي اللي بيوصل الطفل كده غالبا هي الاهل، يعني هما اللي فاتحين التلفزيون عشان مفيش حاجه تانية تتعمل. لو هو لقى حاجه تانية تشده ان هو يعملها غير انه يتفرج على التلفزيون هيسيب التلفزيون. نعم. يعني حتى لو مفيش فرصه خروج لازم يكون في لعب باستخدام الايدين، يعني جزء من النمو. بس الدش مكون رئيسي في يعني ده هو موجود، احنا مش معترضين. دلوقتي بيعملوا 3 دشات في البيت. بس لازم يكون في بقى كمان لعب موجوده في البيت، حاجات هو يعملها بايده، حاجات يبنيها، حاجه مسليه يلون فيها، بحيث انه هو قاعد زهقان يعني يلاقي حاجه ثانيه. يعني لازم قبل ما امنع ده اديله حاجه تانية يعملها، مش اقول له ما تتفرجش بقعد اعمل ايه. طيب اخد منا من الجيزه. اتفضلي منا ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن التليفونات يا شباب. طيب هرجع لحضرتك تاني. اتفضلي دكتوره سلمى. انا برضو مازلت مصر لان انا لازم يعني وانا بعرض هذه الفقره لازم اقدم تصور او حلول، لان حتى ولادي الكبار النهارده سواء في ثانويه عامه او في اعداديه بيتعرضوا لهذه الافلام والمسلسلات. يعني حتى لما انا بدير حوار لا ما بقاش سهل هذا الحوار. طبعا طبعا. بص هيك هو الحل في ان انا اقدم بديل. اقدم بديل لو عرفت زي ما حضرتك بتقول اعمل شخصيات مصريه تشدهم، لان ما في مصري بس انت بترمي الكوره عند ايمن وريهام. لا يعني لو في حاجه تشدهم هينتقلوا. انت من مصلحتك ان العيال اللي يشوهوا عشان يبنوا. لا ليه دكتور شريف من 6 اكتوبر؟ اتفضل.
اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. انا ببسط والله كل ما بشوف المواضيع اللي حضرتك بتطرحها دي. يعني الله يخليك. بالذات اللي يعني بتمس اغلى حاجه عندنا اولادنا وكده. انا يعني مش هاخد من وقت حضرتك كتير، وبسلم على كل محاضرتك، يعني افكارهم جميله الصراحه. بس انا يعني انا عايزه يعني اقول لكم على وجهه نظري انا، ان بقى في افلام فعلا يعني افلام يعني قليله الادب بشخصيات كرتونيه. يعني انا مش متخيل ان ابني ممكن في يوم من الايام يعني قبل ما اديله اي باك جراوند عن اي حاجه من دي، او ان انا اتكلم، او ان هو يكبر ان انا افهمه حاجه زي دي، هو يشوف شخصيه كرتونيه بتعمل حاجه زي كده من خلال فعلا اليوتيوب، او ان هو بيلعب في التليفون يدخل على سايت معين يلاقي حاجات زي دي. انا فعلا يعني ما كنتش عامل حسابي ان هو ممكن يشوفها، بس من البرنامج بتاعك لما فكرت فيها لا، هي مشكله كبيره طبعا. بالنسبه مشكله يا دكتور شريف، واحنا كاولياء امور مش واخدين بالنا. ويعني انتوا بتتكلموا في الافلام باتمان وسوبرمان وضربوا في سكينه لا، دي حاجات يعني مقدور عليها بيشوفها، عديناها كمان. يبقى نعمل فقره بقى عن اللي بالي بالك. يعني اكنه فيلم الهي بس كرتون، فاهمني؟ دي مشكله فظيعه، يعني ان هو ياخد الفيلم كله كده وان شوت من اول ما يبقى عنده اي خطوات او اي حد يتكلم معاه، صدمه كبيره طبعا بالنسبه له. يعني انا بودي طبعا لكل المسؤولين، هم بيقدروا يتحكموا ان هم يلغوا الافلام دي ما تبقاش يعني موجوده. يعني بيبقى ليهم طرق اكيد، يعني لان احنا لازم نحمي فعلا اولادنا من ان هم يتعرضوا لموقف زي. اشكرك دكتور شريف، وده اللي كانت بتقوله لنا دكتوره سلمى. طب الكره لو في ملعبك. ما فيش غير ان فعلا يكون في تيار مضاد. اقاوم بيه التيار اللي جاي لي من بره ده، اللي هو ما ينفعش زي ما بتقول الدكتوره سلمى، لا في لا مانع ولا رقابه ولا حاجه. بس المنع ده لا، اعرض نموذج بالظبط. لازم اعادل الموضوع ده، لازم نعادل نفسنا يعني. طيب اخد الفنان التشكيلي رضا علي، اتفضل استاذ رضا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك. انا برضه كنت عاوز اقول حاجه بالنسبه للتعامل مع الطفل. يعني اتفضل. يعني انا لو جبت له كراسه وحاولت ان انا اعلمه الرسم وكده ويلون، فدي حاجه بتبقى جميله، خصوصا ان بكل اسف في المدارس دلوقتي حصه الرسم دي او ماده الرسم دي اتلغت، يعني ما بقتش فيه. فدلوقتي انا الوسيله احسن من ان انا اجيب لعبه او كده، وهتبقى برضه لعبه فيها مثلا كتور او فيها حاجات فيها شعر او فيها حتى بقه او يعني كده. فانا افضل حاجه انا بقول ان يبقى في البيت كراسه، وحاول حتى يعني هو اذا كان الطفل موجود او حاجه برضه انا هكتشف الفكره دي، وهتبقى حاجه جميله قوي. واعلمه الالوان، نعم، لون الناس ده يبقى كذا وده كذا والورده يبقى لونها كذا، هتبقى حاجه جميله يعني. انا بشكر حضرتك استاذ رضا. استاذ رضا بيقول ان احنا نعرض ما هو بديل يعني. تمام. بس ده ما ينفعش يستمر على طول. هو لازم يتعرض ما هو بديل، لازم صدقني حتى لو اللي جاي لي من بره بيحمل قيم كويسه، برضه ما انا عايز اقدم شخصيتي المصريه، عايز اقدم روح مصر. نعم. شخصيه مصر، قيمنا احنا، حتى لو اللي جاي ده كويس برضه. طيب عايز اخد تعليق اخير، اتفضلي استاذه ريهام. بالنسبة للأفلام عندنا نعمل إيه؟ اديني رؤية، اديني تصور، اديني حل. لا ندعم بقى، ندعم الشباب اللي يقدر يشتغل في المجال دوت. هي صناعة، هي صناعة مكلفة طبعا، وما نقدرش والدولة تتدخل أكيد، لازم يكون لها دور. نفرض شخصيتنا المصرية زي ما أستاذ أيمن قال كده وذكر، نفرض بقى السلوكيات، نعالج سلوك الأطفال عن طريق الأفلام الكرتون، لأن فيلم الكرتون ده هو الحياة، هو العالم الافتراضي اللي الطفل عايش فيه. نعم. يعني هو عايش حتى في يبقى من ذنب الطفل إن هو لازم يشوف أفلام كرتون، إحنا اللي نهيأ له المناخ. يعني هو حتى الطفل هو بيحلم بيشوف الحاجه اللي بيشوفها في افلام الكرتون طبعا. ولو شايف عنف بيقوم مفزوع، شايف حاجه جميله لذيذه فاني كده بيقوم مبسوط. استاذ ايمن، حتى يعني بخلاف ان انا بقاوم العنف اللي بيجي لي والكلام ده، ما انا محتاج اعلمه قيم الجمال والذوق. انا عايزه من خلال افلام الكرتون والمسلسلات. بالظبط.
انا افلام الكرتون ده قالب محبب ومشوق للكبار والصغيرين. نعم. ممكن اقدم فيه الوحش والكويس. انا لو انا شاطر لا ده انا احط الحاجه المفيده للطفل في القالب الجميل ده، هتروح له في اللاوعي بطريقه غير مباشره، هضمن اجيال صالحه بعد كده. ده هي يعني زي ما اقول الوقايه خير من العلاج، بدل ما اصرف مليارات في اصلاح ال نعم ابدا من الاول. لا طب ما يبقى ايا كانت التكلفه فهي قليله مقارنه بالتاثير. مش كتير، مش كتير، لان هعالجها باكتر. دكتوره سلمى بص هيك، هو انا شايفه انه اهم حاجه هي دايما قناه الاتصال ما بين الاهل وما بين الطفل. ولازم الاهل يتعلموا انه لما يسمعوا حاجه من الطفل ما يتخضوش وما يصورولوش ان دي مشكله كبيره، حتى لو هم شايفينها كبيره. يعني ممكن هي تحاول تتقبل الموقف وتبين له انه اوكي، عشان لو هي من اول مره حسسته ان اللي انت بتقوله ده مشكله وازاي خلاص، هو هياخد خطوه لورا وهيلجا لناس تانيين يتكلم معاه. فلازم هي يبقى الحوار ثم الحوار بين أكيد. الاسره والاطفال بالظبط. انا بشكر حضراتكم جميعا ضيوفي في هذه الفقره، دكتوره سلمى الحوشي استاذ مساعد طب الاطفال قصر العيني بشكر حضرتك، استاذ ايمن سعد مخرج مسلسلات وافلام كرتون بشكر حضرتك، استاذه ريهام عزت فنانه رسوم متحركه بشكر حضرتك. بعد الفاصل كاميرا مساء الخير في معرض القاهره الدولي للكتاب.